السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. في حاجة اسمها كوبي، اللي هي Construction Operation Building Information Exchange، COBIE، أو لو احنا بنتكلم بالعربي هي اختصار لتبادل معلومات البناء لتشغيل المنشأة. الفكرة في ايه؟ دلوقتي عشان أنا أدير المنشأة وأبدأ أشغل المنشأة، ببقى محتاج أعرف كل سبيس، كل فراغ موجود، الفراغ دي يعني كل غرفة موجودة، ايه الشغل اللي موجود فيها، ايه التكييف اللي موجود فيها، ايه النار اللي موجود فيها، معلومات كاملة عن كل حاجة في المبنى عشان أعرف أدير المبنى. مش هقدر أدير المبنى وأنا ما عنديش المعلومات دي. فكان لما بخلص شغل خالص زمان، ببدأ أفتح ملف إكسل كده ظريف وأبدأ أكتب الفراغ رقم واحد، المعلومات اللي فيه كذا 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 كذا. ده كان بياخد له مثلا شهرين ثلاثة شغل لو المبنى كبير شوية. دلوقتي اصبح بضغط الزر، يعني بعد ما بتخلص الشغل على برامج البيم بتقول له صدر لي الشغل دوت في ملف الناس تقدر تقراه في الصيانه او في التشغيل، فبيروح مصدر لي الشغل دوت سواء كوبي او اي اف سي او جي بي اكس ام ال. الثلاثه دول مشهورين ان هم بيبقوا لغه مشتركه بين البرامج، يعني بين السوفت وير. دول كلهم اوبن سورس، يعني مش تابعين لشركه معينه، هم تابعين للبيلدينج سمارت او هيئه عملتها الشركات على اساس انها توجد لغه مشتركه بينهم، بدل ما كل واحد بيتكلم بلغه مختلفه عن الثاني. يعني واحد مثلا بيصدر امتداد ار في تي، واحد ثاني بيصدر دي دبليو جي، فده مش شايف ده، كان انا مثلا قاعد مع واحد ايطالي ومفيش لغه مشتركه بيننا. فهم قدروا يوجدوا الملف الكوبي وملف الاي اف سي وملف جي بي اكس ام ال وامتدادات اخرى كتير على اساس تسهيل تبادل المعلومات بين البرامج. فهو من تقريبا من 2007 ده كان اول اصدار، واول ما نزل في تقريبا 30 سوفت وير وفر امكانيه لتصدير الملفات الكوبي، واصبح في كذا بلاجن لكل البرامج بتقدر تصدر، او هو بيبقى نزل في السوفت وير تعمل له ابديت ان هو يصدر لملفات الكوبي. وزي ما احنا قلنا هو عباره عن ملف اكسل، كان الاول بيتعمل مانوال، دلوقتي اصبحت البرامج بتصدره جاهز وما بياخدش وقت خالص. وده بيفيدنا في الصيانه، وبيفيدنا في التشغيل واداره المبنى، وان انا اقدر اعرف اي معلومه انا عايزها عن المبنى، فرضا في اي حاجه حصلت اقدر اعرف مين الشركه اللي عامل الحاجه ديت، فاقدر اتصل مثلا اشوف اذا كان في ضمان ولا لا. يعني كل المعلومات متوفره اللي اقدر ادير بيها المبنى.